السلام عليكم الحبايب ديالي، كامل لاباس عليكم؟ بخير، هانين، كل شيء مزيان. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كنتمنى فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اذا اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم معسله من معسلات رمضان، وهي البوشنيخه، بواحد المذاق مختلف تماما على الشباكيه. يعني اذا كنا مثلا حضرنا الشباكيه يمكننا نحضروا معها حتى هاد البوشنيخه، كيجي المذاق ديالها مختلف. المذاق ديال اللوز غادي نحضر معكم ان شاء الله بالعقده ديال اللوز، غادي تعجبكم بزاف، كتجي هشيشه وبمقادير اقتصاديه. يمكن لاي واحد ما قدرش يعمل الشباكيه يعمل هاد البوشنيخه، سهله بزاف اقتصاديا، ما كتطلبش معنا لا الجهد لا الوقت ولا زعما التكلفه. اذا غادي تشوفوا معايا كيفاش كتجي هشيشه بزاف، ها كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، كتجي هشيشه بزاف. اذا نتمنىكم تتابعوا معايا هذا الفيديو، ادق التفاصيل غادي نوريهم ان شاء الله يا ربي. اذا باش نحضروا هذا البوشنيخه غادي تدوزوا معايا باش نوريكم المقادير وطريقه التحضير. اذا الحبايب ديالي غادي ندوز معكم نيشان المقادير وفي نفس الوقت وطريقه التحضير. عندي كسرونه مس فيها نص لتر ديال الحليب، خليته حتى غلى، من بعد نزيد عليه واحد المارغرين وحده 250 غرام، وغادي نخليها حتى تذوب، نحركها مزيان حتى تذوب، وغادي نوضعها في القصريه ديالي. انا هنا غادي نستمر كنحرك فيها في القصريه كي تجانس الحليب مع ديك الزبده. ضروري الحليب ديالنا خصو يكون باقي سخون باش الزبده ديالنا كتذوب. هنا من بعد ما دابت لي مارغرين ديالي في داك السيترو ديال الحليب، كان نعملو في القصريه اللي غادي نجمع فيها العجين ديالي. في حاله ما اذا كان الجو بارد وعملتوا ديك مارغرين ديالكم في داك الحليب سخون وما دابتش معكم، يمكن لكم ترجعوها فوق البوطه وتخليوها حتى تدفع. غنضيف قبيصه ديال الملحه، غنضيف واحد 3 ديال معالق كبارين ديال الخل، غادي نضيف واحد شويه غرف معلقه تقريبا، غنضيف واحد شويه هضره معلقه ديال نكهه اللوز. صافي عندي في الطحين ملي كنغربلو، شويه بشويه غادي نجمع العجين وغادي نشوف واش غنزيد ولا ما عنديتش. انا من بعد ما بقات كتجمع معايا العجين ديالي غادي نزيد شويه، باقي خصها شويه ديال الطحين هنايا، غنزيد شويه ديال الطحين، ومن بعد غادي نضيف لها واحد الخماره. غنضيف الخماره ديالي ونضيف شويه ديال الطحين، وغادي نستمر بجمع العجين وغادي نرجع معكم. وهنا من بعد ما جمعت العجين ديالي كيكون على هذا الشكل، كنعملوه ما يكون كنبقاو نضيفو الطحين، ما خصوش يكون قاصح وما خصوش يكون هذا خفيف بزاف. صافي غادي نوضعه في واحد بلاستيك غذائي وغادي نخليوه حتى يرتاح شويه وغادي نكمل معاكم. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجين ديالي غادي نقطعها قطع
نشكل العجين ديالي على هذا الشكل، وغادي نحطه. من بعد ما كملت الكمية يعني كاملة، غادي نغطيها. صافي، من بعد ما ارتحت لي العجينة ديالي، صافي كنسرحها غير شويه هكذا بيدي، وكنعمل شويه الطحين، وكندوز على ثلاثة. من بعد ما كنركل الماكينة ديالي ديال الرزيزة على ثلاثة، كنعمل على ثلاثة. صافي، نعمل شي اخرى. هاهي العجينة ديالي من بعد ما طلقتها كندوزها معاها. صافي، وكنجمع هكذا بالقياس اللي بغيت. كاين اللي بغى يعملها صغيره يعملها صغيره، كاين اللي بغى يعملها كبيره يعملها كبيره. صافي، المهم القياس اللي بغيتو كتعمله. صافي، كنستمر بهذه الطريقه. كندوز كنقطع بالنص، صافي كنعمل بحال هكا. كنزيد نضغط عليها مزيان من الجوانب باش ما كتفتحش معايا في الزيت، حيت لا تفتحت معاكم في الزيت مشكل، خصها تفتح في الزيت. صافي، وكنكمل. انا ملي يكونوا عندي هاد الخيوط زايدين انا من الاحسن يعني صغار، يعني من الاحسن نزولهم، حيت اصلا غادي ملي نديرو في الزيت غادي يتفسخ. من ضروري نضغطو عليهم مزيان. ف ها هما الاشرطه اللي قلت لكم، صافي صغارين حيدوهم من الاحسن، حتى غادي يتفسخوا في الزيت. صافي، ها ضغطوا عليها مزيان. هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا الكميه العاجله اللي عندنا كامله، وغادي نكمل معكم ان شاء الله يا ربي. وهاي بشني خادي يعني من بعد ما ساليتها كامله كنخليو حتى كنساليو هذا بشني خادي انا كامله، عاد كنرجعوا نقليوها.
من بعد ما كنسخن الزيت ديالي مزيان حتى كيسكت يعني ما كي تكون ساخن جيدا صافي كنقص البوطه وكان كنوضع الشنيخة ديالي على هذا الشكل. كنتأكد على الزيت يكون ساخن ولكن بوطا ما نجهدولهش، نقصوا البوطا مزيان باش كيطيبوا معنا على خاطر وما كيتحركوش دغيا حتى كيطيب العجينه ديالنا. من بعد مني كتبقى تاخذ لي الشكل الذهبي تحمر صافي غادي نبدا نحيدها من الزيت. هاي كما كتشوفوا معايا ما تفكت ما حتى شي حاجه صافي ديك الساعه كنهزوها مباشره من الزيت وكنوضعوها في العسل ديالنا نيشان وهي سخونه. كيبغى الطريقه ديال كيفاش يحضر العسل غادي تجبروا الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله. صافي كنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. طوب لكم من الزيت الزيت هي كتكون سخونه خايبه بزاف صافي خلوها تقلو. ايوا الحبايب ديالي هنا من بعد ما غطست ديك الشنيخه ديالي في العسل كنحيدها تاني من العسل كنخليها كتسخطر معايا صافي كنوضعها هنايا وكنزينها تزيين كيبقى اختياري. كيمكن لكم تزينو بالزنجلان كيف ما كيمكن لكم تزينو بهذا اللوز إفيلي او لا محمر او لا كوكو إفيلي اللي بغيتو. صافي كنوضعها بحال هكا ومن بعد كنزينو بالزنجلان. انا عملت لهم سجلان يمكن لكم تعملوا اللوز إفيلي او لا يمكن لكم تعملوا كاوكاو بهرمش. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه ديالنا ديال البشنيخه. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم كتجبنينه بزاف ومختلفه على المذاق ديال الشباكيه. يعني اذا كنا مثلا عدلنا الشباكيه يمكننا نعدلوا معها حتى البشنيخه كتجي اقتصاديه بزاف وبنكهه مختلفه على الشباكيه. كنتمنىكم تجربوها وتعجبكم والى الفيديو القادم ان شاء الله.